الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقها وتقن في الدين يا رب العالمين جهدار هيجا دلال أمجارك دين بورنا بهويوك زندي لسر برنامي مي إسلامي قوتن بيروز أحاديث مبارك حياة خضي سبحانه وتعالى نكري معركة بر إنسان هي للدنيا يعني التفكيري ويداد أقلي ويداد أنه في حياته حياته أم بين معركة هي أنه لازم إنسان خيصبات بك لازم إنسان حتى نفسي داوي امبین برخه بده سبيه او فويده ببيني او کس دين فويده نبيني لكن انساني اخلي خوده شغلينه او دغه فکره زانه انه خدای سبحانه و تعالی حيات جي انسان را چي كر كون جي انسان را شين كر سبي اور مونجه كسب هدفك انه انسان رندي نم الله تو بلاكي انه انسان رندبه معاملې وي رندبه اخلاق وي رندبه رندي جملات رب خوازه لأنه بيخمر صلى الله عليه وسلم دبي لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه إنساني باوريوي بديني خوازه سبحانه وتعالى تي رندي جملات راد خوازه رندي ج أمبين مريان راد خوازه ج إنساني غريب رب خوازه دخوازه كحياتي ملات رند ببي جبر في هاوي خدي سبحانه وتعالى تم أم أمر كر أمر دامة إنه أم قوين ببن أم بيكبن أم دستي هف بقرن أم ياردمي بهاف بكن أم لأنه كو وقت إنسان قل له نوكي وقت إنسان حر إنسانك أكش خور بس تاني و جواكا و مجتمعا و بيه wê mujtemaeke hezkirin nav mileta tinebêye mujtemaeke heqd û kerah nêv wan belabye bnî ku em dibînin niha b biraj birê hez nakê bav ji zariya neroziye zarî ji bavê hez nakin ji bavê nerozîne cîran j cîranî xwe nerozî ye n lazime însan bifikirê şkalî çi ye pisgirk çiye ileçiye

وي ديلي وي باق بها وير ديجملات روب خوزي يعني نه خوشيو نيملاتو درکاتي او بره و نه خوشيو هبو لكنه پر احتكار احتكاري ذنوب ملاتو يعني از دخازم استاني ايشبب از دخازم استاني كيف بكم از دخازم تاني, تاني حياتك يرن ببينم وبرملات کې بمري و نه انساني مسلمان وي کوريد کې وانساني انسان يوانيد نا اخلاقي اسلامي لانه خدا سبحانه وتعالى في ويتشدي قبول ناكه صلى الله عليه وسلم حال مسلمانان تشبيه دگه بيني ام بين انسان المسلمون كالرجل الواحد بيخبر صلى الله عليه وسلم دبي مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى إنه بي إيشي هاف بحسن كو كيف خاشي الجاميه كي هابي أمجي كيف خوش ببن كو كيف خوشي من دور خوذي سبحانه وتعالى نخيني حزن هابي تانغوي هابي إنه أمجي تانغ ببن فو جيرو بين تكافل اجتماعي تعاون خذي سبحانه وتعالى دبي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فاحتكار تشيء بَخَمَّرُ صلى الله عليه وسلم جيه برسكر قلت يا رسول الله ما هو الاحتكار قو وقت السلعة أرزان دبي حزينه يعني وقت أمبين بضاعي دا أرزان دبي حزنی دوه وقتی با دوه کیف خوش و انسانی محتکره و انسانی وقتی که بضاعه ام مواد غذایی تشتی ملت خارن و خارنی ملت که ارزان دوه تنگ دوه چرا؟ لانو کاری وی کم دوه لانو هدفی وی ماده هدفی وی بس ام بری خود پرکه و برا ملت گی بر لیکه بی که ام تور دین لیه لکه دینم însaniyetî însen ku hebe însan wê bi milet hsas bibe wê nebe sebebe ku heyatî milet hûn zêde teng bibe nebe sebeb e ku milet hev bixwe milet tefkîrî nerind werê ke lizalik ehtikar çi çêdike heqd û kerahî di nêv mileta bela dike êdidyan em bên

في تشتي ننسر جديدين لكن إنسان هنا حياة فعم كرنا إنه حياة مادية حياة شطارتها حياة معركة إنه أسكي مقاومة بكما أسكي خب بباريزما أسكي زاري خو عيش بكما لكن عيش بك بحلالي بباري خوذي سبحانه وتعالى شر حلال كري خوذي سبحانه وتعالى كبركاتي نكي مالي تا بفن وفوتان ب

سلطة هي حساب إنساني دزرع تيدين حساب إنساني غشية دكاء تيدين وملات جيد درست به ملات رن بيه لكن جوهري إنسان لكر بيه لد بيه ده تنغوي ده ده تنغوي وقت فوضى شد بيه وقت حساب تنه إلا شقيبة لخوضي سبحانه وتعالى ده لفر إنسان بيه لد بي دو تو إنسان كي رندي نرندي إنسان كي باوري مزبوطة إيماني تا مزبوطة مزبوطة لأنو كاستا نوبيني أم نزون تا بشكريا كاستا نوبيني فابضا تاشكر هونيا كاست نزانه تو شكوريدكيا بس خذي سبحانه وتعالى زانه تو شكوريدكيا و خذي سبحانه وتعالى و يحسب تا ربيني لذلك بيخامبر صلى الله عليه و سلم لا يحتكر إلا خاطئ يزوني احتكار دكي ما احتكار چيه انه بضاعه مواد غذائيه تشتي ملات محتاجه نشرت مواد غذائيه تشتي ضروريات اي انسان راك تو فات شيري سبيين ام بين فئات وسعر بهابه دبيجي تدبيجي از تاجرن ام بين سوبر ماركت يمن هيا دوكان يمن هيا ايشي من بيتن دولار دليزه دولار رات بي ودات كبه لكن تو وقتي في بضاعي فات شيري تجي ذي سبب نو غلا هين زياده تشير به سبحانه وتعالى تاي المقدر بك يا بني خدي سبحانه وتعالى شد جزاء داي في انسان ايه محتكر لا يحتكر الا خاطئ انساني غنوندكي يعني انسان مذنب احتكارتك مثلا نن والله برو كده احتكار شيء حياتي في انسان تفتيش بك انسان كي غنكار إنسان كي درى سبحانه وتعالى ولو نمي بك إنسان هي نمي لكن عملي وي درى نمي درى ديني سبحانه وتعالى حقيقة الدين الجام تنه سبحانه وتعالى القرآن إذا جمع ربي سر فرعون وهامان دبي إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين لغة عربي بردقيقة كلمة دقيقة فرض أورتي كانوا مخطئين وخاطئين دو كل هر إنسان مخطئ لأنو طبيعة إنسان أنو شبيردك شوشي دكابي شوشي لكن وقت أم أم دكابنا شوشي ب ما أو أم زعيف دبن دكابني كي بيرو استغفار دكن جمار دبين مخطئ لكن خاطئ إيد غونون دا ماشي إيد شوشي دا ماشي و إيه اصرار دك في تشتي لذلك فرعون وقت يدقو انا ربكم الاعلى اصرار ذكر إنه از ربي وما اصرار ذكر إنه از انسان احياء ذكر اصرار ذكر إنه ضا تشتاق جي اي منا نا إنه انو كتي شوشي ازعيد بيا لذلك الله سبحانه وتعالى شد كانوا خاطئين يعني خمجنا درجي فرعون هامان خو مکه زمری انسانی خدای سبحانه و تعالی جه نروزی انسانی ای کثری کری انسانی ای امبین اشراک به خدای سبحانه و تعالی رو کری پیغمبر صلی الله علیه و سلم ده حدیث که دین داد به من احتکر علی المسلمین طعاما ضربه الله بالجذام والافلاس مثلا نه تو دریان و سیریان بکنی کتو برکتی مالی خود خوازی برادمير الضمير الجام تهابي كنت دخوزي نعمتي خوضي سبحانه وتعالى دويتا دوامك لازم تخوضي سبحانه وتعالى جبيرنكي لأنه دنيا امتحانة ابتلاء مالي دنيا تشقص كوم بكي تايل بيخو روي قيامة خوضي سبحانه وتعالى ويحاسب تربي لازمه لازم إنسان بذل بكي لازم إنسان فحرّ الجامعة بانو بارياكي حلال بذاري خودي. مسألة حرامي نه مسألة انو انسان دزي بكي نه مسألة انو انسان الا بارون بفايزي بدي او بجيكي فايزشي بسيني احكي احتكار دين مالي تا حرام يعني دي فيه أم بين طنگاي ملّد انسان هنا طبعاً فاتشتا خضاي سبحانه وتعالى قبول لاكي انسان هنا دنيري ام بين المواد الغذائيه كلي تقري بحجات حجات هيك حجات انه والله دولار راد بي ودا انكم كو از بفروشم أز ام بين بضاعي وينم شوني بضاعي خاكم لانه دولار راد اولا انت تب سعري كاف نوفروشيه تل تليفون يدفروشيه تو سعري دولار بشيه واجب السرته ام نو بين كير ماكه وبسعري كاف مفروشه لكن نوبت دوكوني خاكليتكي

تشتی نکانی استغناء بکر سرفی تشتی تو بشیری خدا سبحان و تعالی نخواشی جانی تا پیداد که و پیرا تا وی افلاس الجام تا چی ببه تا وا پرانا واندا لانو خدا سبحان و تعالی مگو که انسان شکری خود که که انسان قیمتی نعمت زانه خدا سبحان و تعالی بی نعمتی لی دومینه خدا سبحان و تعالی برکت و زیادت دکه حياتي الدنيا هي نا يعني خدا سبحانه وتعالى جي إنسان بخيل خحزناك إنسان بخيل يعني مثلاً لأنه طبيعة الإنسان حريصة أز حريص من سر مالي خوا أنا كوم نال نفسي خوا مسرف بكم ناب ملاتم لكن تشتك جبوخ المسر هي دبي الشح، شح تيه؟ تبخيلي وتدخوزي مولي الدس ملات دواجي بدس خوخيني صفة صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة بيرا خضي سبحانه وتعالى شد و ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون أنه ت تمني نكي مولي ملات دس خوخيني إنسان هي دنيري

به حاجت شکرا حاجت برغولا دوري جام دوي امنوف روشن فکر یا نوفروشه واجير ادمن تجار الازمات ايد خوازي حيات ويرن طبعا كوباوري وي خوازي سبحانه وتعالى كوباوري وي او ايماني وي بشوري په خبر صلى الله عليه وسلم ته و انسانو لازمه تشدي خدا سبحانه وتعالى جملات ركري ضرورت لازمه امي نګري کليت نکه yn ku min kilît kir û te kilît kir û êdin kilît kir bajar vî kilît bû va mileta kuda herê milet ji kur xwarin û vexwarinî xwe wînê dibêjî dolar saleke em bên ser istirar nabê tu jî yardimî meke ku însanê misilman teng bibe va tişta mego çidike حقده وكراهيته وعضواته نعم لا تجيك، أم نوب ندستك أز وقت يدبيني مجيراني من، أو دين أم بين سوبرماركتة كتير، وقت كلي دك سبي إنه من كلي تكريه سعر راض بيه أم نوبين بسعري كابن بفروشة راسه حق دسته دا ضهية دا إنه سعر راض بيه لكن سعري دا بفروشة أم نا نادبين أي ساعات هذا دا, دا. لأنه اتصالي تا أم بين ب بي بانترنت هي بدوستون هي بمجموعات هنا ام بين عملات هنا ملات جيزوني ام بين لحظه دولار كوتشيه كفي اتي ده حديث جديد ده بيخبر صلى الله عليه وسلم ده من احتكر طعاما أربعين يوما برئ من الله وبرئ الله منه خذ سبحانه وتعالى بريج إنسونيوني. ولو نمية بك ولو روجي بقري ولو استغفار بك لأنه ت إصرار الجامتة تشي بيا يعني فكر تبع شطارتها يعني نو إنسان هي دنيري نسيحان أم بين لكوري خوض كي دبي يارم شاطر با برا كسل تن نكامي نما سلوانية تو چرا كي انو نو بي يارم جو خوضي سبحانه وتعالى بترسه nêzka hram mbe bira xlq e mlro rind a vî tşt naêj wx xfx w i zman lan wx sr rab wx a go a rll re ê a dm ns

خذي سبحانه وتعالى قوم شعيب عليه السلام شر عظمون يعني كويسون فعم بك تشتكي نظري ملاتو بير بسيطه التطف... التطفيف في الميزان معنى شيء يعني بغرامون جميزين يعني مثلا ام بين كيلوك شاكر كي تيكيا او كيلوك شوي كي شو كي شوني كيلوك به بي ام بين بينجا غرومي كيم دكي بيستو بينج غرومون كيم بكي يعني فو على اساس كي في تشتي زنجين بابا خدي سبحانه وتعالى عقاب دوسرون خدي سبحانه وتعالى القران هذا بي ويل للمطففين مطفف ماكو تشتي بسيط يهوي بغرامان انسان جميزين يد دزي لذلك انساني اي كي زبتي خو باك بكي وقتي تو خدي ميلي برو ميزيني تا تم زيدا ام نو بين صار بسار ملات لكن برو او دري ام بين چند غرام زيادة بي سبي زمتي تلجم خوذي سبحانه وتعالى ام بين باق ويل للمطففين شعيب عليه السلام ملاتي خو نسيحات كر قومي خو نسيحات كر انو هو جميزيني هابن لانو روي قيامته خوذي سبحانه وتعالى دبي ونضع الموازين القسط ميزيني اعادالته اي ايه قصده يا ضاه ايه ظلم دي خدي سبحانه وتعالى يعني ملت جيب كشاده مخلوقات جي كوم دبن سبي عدالتي خدي سبحانه وتعالى روي قيامته ببينن انه خدي سبحانه وتعالى چتني ملت حكم دكي لذلك خدي سبحانه وتعالى چظلمي حزنوك خدي سبحانه وتعالى بخبر صلى الله عليه وسلم ده حديث القدسي ده بيلدكي إنه خذيه سبحانه وتعالى دبي جي دبي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ظلمي الهام مكن لانو خذيه سبحانه وتعالى ظلم ظلم زوري لنفسي خحرم كريا لذلك الملات حرم كريا لذلك للملات حرم كريا سبحانه وتعالى عدالته الله حاسدك سبحانه وتعالى نو الزرار زرور بقيتا ونو لكن وقتي مصلحي ملات ومصلحيته تهابي امي مصلحي ملات اي اي مجتمع لسر مصلحي فرد تقديم بكنا لانه ملات اولى يا شخصك صلى الله عليه وسلم دي سودبي اتقوا الشح فان الشح اهلك من كان قبلكم ما صنع بهم حملهم على ان سفكوا دمائهم واستحلوا محارمهم وقت انسان ما هدفي مودي دنیاب باوری وب اخرته ته نوي او انسان کي غافل به هوجه اخرته ته نوي بينه امنه چو غافل شي سبي اخرته کوم چ کورید کنه اي ما هم دبین بیرو مالی محبه بیرو وضعی مای مودرن به بیرو زوري مننه محتاج کسیبن بیرو چد به برابه به لكن انساني جو خدای سبحانه و تعالی د ترسي به وی شکلي نو فکريه د فکريه انه حساب هه دفكرة إنه خدي سبحانه وتعالى ويجي حر دي برسكيه لذلك لازمة عملي لجور حسابي خدي سبحانه وتعالى بي. لذلك شح وقت التمحي الجم إنسان شيد به ودخازه هو تاني عيش به وإنسان دين عيش نابل وملاد جي محتاج به ومالي ملاد جي دس ويدا به فاتش جملات راجيكر بري بري إسلامي شو شيكر کشتن نیم ملتا چی بولن و ایسان تمها، و ایسان چه خورا دخوازه و ایسان دخوازه هر تشتی وی هبه و ملت گی محتاجه به و هشت خون دور تیوان دا برجه ای دو دیان تشتی خوده سبحانه و تعالی حرم کری و کارا هانی نجی یعنی انسان هي دبيجي يعني نزاني انو وا ام بين احتكار پر قنا مزن الجم سبحانه وتعالى لكن ما هو حديثي صحيح دفي تشتيده انا حديثي صلى الله عليه وسلم وفرغ ارتي حديثان وقرآن تنية لأنه سبحانه وتعالى تشريع إسلام نكري قرآن تانية بيخبر صلى الله عليه وسلم آية عام خصص کر آيات عام تفسير ويدايك كأم لجور شوري بيخمبر صلى الله عليه وسلم نرن أم دين نوك يعني ديننا والله إنسان قرآن فك وبعربي زانه وبكيف يخاط تفسير بك بني هنك ذي كوريدكن كن سبب النزول هي جبوي شفا آيات خذي سبحانه وتعالى أم بين في لفظه شقاص الدكية لذلك ماجو لغة عربي دقيقة لازم إنسان أم بين لغة عربي زانبه قواعد لغة عربي زانبه علوم القرآن الجمابة، تفسير آيات زانبه خذى سبحانه وتعالى اشبوش شه وآياتنا داخستنه كو زانبه سبحانه وتعالى بيجي صلى الله عليه وسلم دبي من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من, من النار يوم القيامة يعني كو انسان دبي سبب كو سبي غلا غلا شيبه بيه واسعار بلند ببن واجب السر خدي انه خدي سبحانه وتعالى نفسي خو واجب كريه روي قيامته انه خدي سبحانه وتعالى عذابه عذابك مزن دار جهنم يدا بيده فانساني ذي كوريدكي يجب أن نرى الله سبحانه وتعالى حياة الدنيا ليست شيئاً لا تشترك هيرو تهيي سبب تنيي هيرو تقويني سبب ضعيفي فكر ماك مالي دنيا فائدة لتبكي إلا برندي لأنه الله سبحانه وتعالى بوان إنساناً ضعيه سبب مهمة سبب وظيفة أم وظيفي خون ناوي نجيه أم وظيفي خا كنت نجيه بزمان تنجيه لكن عملي ما دور الله سبحانه وتعالى دورا منهجی خدایا دورا منهجی اسلامیا دورا منهجی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دور دین دورا منهجی انسانیت ده. انسانی ام باوری و دین تنه ما انسانی انسانیت لازم جمع انسان هبه لازم اخلاق جمع انسان هبه یعنی کت تو پیشکتی و دیمقراطی لازم تو نخوازی ملت بفتسی و تو تانه عش ببین یعنی مولیدنه یعنی نوبره مولیدنه ګیل جبدبه روی قیامت خدای سبحانه و تعالی حسابدارو ببینه وعملتین نارن لفیدنه ای استغلال ای غشه ای احتکار ای مولیت بابطل دخی ای تشتی خدای سبحانه و تعالی قبول نکته دکی روی قیامت کتوری بنری تو, تو انسان کی مفلسي انسان كي عمل جم تنه વો દુનيا કે چمكيش تر بكي تمني فجري لكن فگر تنه لذلك صحابي پیغمبر صلى الله عليه وسلم طبعا دبيجي انسان أنا تو تتم دبي صحابه 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 لانه صحابه جيل سفتحة ايه صلى الله عليه وسلم ديني نما ملائكون لكن وان اخلاق انسانون انسانيه الجمانه الرنديشم اللاترود خوصا. دكاتنا شوشي لكن غادجاريون نفسي خم راجعة ذكرن نفسي خا حاصو بي لكن فو انسوني وني حاسب نفسي خور نو يعني يعني للأسف يعني تجنا ضروري هنا يعني الجيوكي مدي صيدلي كليت كريه صيدلي صيدلي اي امبين اي انسان اي علاجه لورجي كاستن كاستنيا جوي صيدلي هو كرتن انو انكم يعني طبعا حجات حاضره دبيجي بيجي انكم كو دارمين بفروشم انكم تشوني دارمينكم كم دارمون نوينم لانو بهوتي تجي بحقون حاجة حاجتي ملات بون يعني نو ام بين ازمة تشيبية غلا تشيبية اسعار تم رود بيو دوت كافي ûni ez mesel deh kîs şekir biyeki dim ezê ksekêdime s in kn ez kilim li ma rûnim wallah dolar aikevê radibye ez nikm dişûnkim û ra tefkrek dim t min ez li i w limai biamin robro bhaib ûra xw sbn wte ê esbere خذي سبحانه وتعالى كنيتي تأنو احتكار بكي دبلي